الرحيم. معكم العماري خديجة، رئيسة جمعية الحكامة والتضامن الاجتماعي بمدينة المحمدية. تشكر كل من ساهم في هذه القافلة، لا من بعيد ولا من قريب، لأن هنا السكينة كلها تتعاني. سكينة الشلالات خاصة عندها خصاص كثير، كما تشوفوا البارحة كنتوا معنا وكنتوا القافلة، كان طب الأسنان، كان طب العيال، كان طب العام، كانوا التحاليل، كانت معنا متنقلة صيدلية متنقلة تاهي كاينة تقريبا شي 1033 اللي دازت البارح. وبالنسبة اليوم راكم تاني تبعتوا شفتوا اليوم أكثر من البارح. كان اليوم كان طب العظام، كان طب القلب، طب النساء، طب الأطفال، طب العام، الضغط الدموي والتحاليل. اش غادي نقول لكم؟ تنبغي نشكر الحاج تدلاوي اللي قدم الساعة، ماشي تنشكرو أنه برلماني ولا، تنشكرو كشخص هو اللي قدم اتصل بينا اتصل بينا كفاعل جمعاوي، يعني جمعية بلادي، باش نسقوا معها قافلة طبية. وبطبيعة الحال دازت الأمور بخير وعلى خير، وبشراكة مع شركة هيريباكس. هي مدينة المحمدية عندها خصص ديال الصحة، وبالأخص منطقة ديال الشلالات وراها تتعاني من الصحة، وما كرهناهمش أنهم يديروا لهم واحد المستشفى خاص بهم، لأن مولاي عبد الله راه ما يمكنش يهز الشلالات 17 عين حرودة وبن سليمان وبوزنيقة كلشي تيكبوا مولاي عبد الله، ومولاي عبد الله كاين طبيب واحد، راه لا يعقل. وهذا نداء ديالنا لوزير الصحة، شوفوا مدينة المحمدية، الساكنة تتعاني والشلالات تعاني. بالنسبة للبرنامج غادي نقدم الاخ عزيز، تفضل حدايا هو اللي غادي يتكلم عليه. بالنسبه لهذا البرنامج هو حقيقه كنا ما غاديش نهضروا عليه حتى تكون عليه ندوه صحفيه، هو توقيع شراكه ما بين جهه بني ملال خنيفره وجمعيه جراحين ايطاليين مع جمعيه الحكامه والتضامن الاجتماعي بالمحمديه. وحتى الفلسفه اللي خدينا في هذه المنهجيه ديال هذا التوقيع اللي وقع فيه وزير الصحه، الفلسفه اللي خدينا هي سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو قال لكم خصكم تمسوا الهشاشه في الصحه. اذا الا بغيت انا جايين عندي اطباء جراحين ايطاليين، انا ماشي داوي الاختصاصات، يعني ما غاديش نفهم بزاف اكثر من الناس ديال الصحه. توجهنا عند المدير الجهوي ديال الجهه وناقشنا معاه الفكره، اعطانا واحد الاقتراح اللي هو انا عجبني وغيعجب جميع المواطنين، هي اللائحه اتخاذ من ديك لائحه الانتظار، لانك تنعرفوا بان سبيطره المخزن تقدر يعطيك واحد الرونديفو اللي تيمشي حتى 6 شهور 7 شهور 8 شهور. اذا الا حاولناك هذوك الناس اللي في ذوك اللوائح هما اللي استافدوا من هاد العمليه، غنقلصوا المساله ديال العدد. ثانيا لان اللي غيتسنى الرونديفو هو هذاك، راه هو هشاشه في حد ذاته، لان اللي عنده الفلوس غيمشي للبريفي مادام تيتسنى بالرونديفو ديالو، راه محتاج. وهذيك الانتظار ديالو راه فيها تغطيه صحيه، فيها راميد، فيها كل شيء، ولو ما يكونش عنده خاص هذاك السيد هو الاول. هذا الباب الاول. الباب الثاني علاش مشينا لبني ملال خنيفره؟ بكل صراحه وللاسف وهو جميع الادارات بمدينه المحمديه، عماله المحمديه بما تشمله من جماعاتها الست، الاداره ديالها في نوم عميق. لقينا الاداره ديال بني ملال خنيفره تعاملت معنا بواحد الحيويه وواحد النشاط، لدرجه ان السيد عامل العماله عرض علينا حتى للدار من اجل نقاش هذا المشروع، وكله باش بغى يساهم معنا في هذا المشروع. وان شاء الله تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى جهه الدار البيضاء سطات مع والي هذه الجهه يفيق معنا بحال اللي فاق معنا والي ديال بني ملال والشراكه الدار هنا في المحمديه. وبهذه المناسبه اوجه اشارات الى جميع الاحزاب السياسيه والى جميع
المجتمع المدني وإلى الساكنة المغربية، لأن جلالة الملك أعطى في الخطاب ديالو واحد العروض اللي هي شيقة وشهية في خدمة الصالح العام. يجب علينا أن نشتغل في خندق واحد، واللي تبغي يقول بأن هذه حقا حملة قبل الأوان، أنا أوجه من هذا المنبر أي حزب كيفما كان نوعه وهو رئيس الجماعة، نحن نريدها حملة انتخابية إذا كانت الاستفادة لجميع المواطنين في إطار الصحة. ومن هذا المنبر تنقول لهم بأن جمعية الحكمة مستعدة لأي رئيس جماعة يعيط لنا نديروا ليه قافلة طبية يتبناها هو بأنها حملة. لا يهم المواطن عنده دماغه غيعرف على من تيصوت، ولكن غيستافد من ديك الحملة. ولكم مني ألف تحية والشكر.